انا هاخد منك المثال، لكن ما اقدرش اسيب الصديق العزيز الناقد الرياضي المتميز في الصحافه الاماراتيه الاستاذ صبري علي. مساء الخير يا استاذ صبري. انا لازم اسكت، ده استاذي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، وانا سعيد بوجودي معاك على قناه الاهلي، وسعيد بوجود الصديقين العزيزين استاذ محمد القوسي والاستاذ خالد الكبير. وحشنا، لكن عزائنا ان انت يعني نموذج مشرف جدا شان كثير من المصريين في الصحافه والاعلام الاماراتي والعربي عامه الحقيقه. الله يكرمك استاذ ابراهيم، والحمد لله رب العالمين. صوره الصحافه المصريه والاعلام المصري ما زالت لها بريق كبير جدا داخل الامارات، وده شيء بيشرفنا وبيسعدنا بشكل كبير الحمد لله. طب قول لي بقى، اجواء السوبر عندك انت بعين الصحفي رصدها ازاي؟ والله يا استاذ ابراهيم، يمكن المره دي كمان طبعا المره الخامسه المستضيفه الامارات في مباراه السوبر المصري، لكن المره دي ليها بريق اعلى بشكل كبير كمان في وجود الاحتفاليه الخاصه بمرور 50 عام على العلاقات المصريه الاماراتيه. بالظبط، كانت مش متنسقه، لكن هي صدفه جت جميله، يعني ترتيب ربنا انها جت في نفس التوقيت وكانها فعاليه ومن ضمن فقرات الاحتفاليه، فزاد الموضوع بريق، بقى واخد بعد جماهيري وسياسي ودبلوماسي بشكل كبير جدا، وموجود احساس كبير جدا في الشارع الاماراتي كانها احتفاليه مصريه شامله من البدايه حتى النهايه، يعني على كل المستويات موجوده احتفالات وفعاليات في القاهره، وموجوده احتفالات وفعاليات في ابو ظبي، واعتقد ان السوبر هيكون افضل تتويج وافضل ختام للاحتفاليه بشكل رائع. قول لي، تم ايقاف الدوري الاماراتي في اليوم ده مش كده؟ مفيش مباريات. نعم، مباراه السبت والاحد للجوله دي مقرر يوم الجمعه لمباراه السوبر، اهتمام جماهيري كبير جدا واهتمام اعلامي كبير جدا واهتمام على كافه المستويات وتنسيق ممتاز واهتمام وترحيب بالبعثه المصريه وبالجماهير المصريه وبالبعثتين المصريه الاهلي والزمالك وبالجماهير المصريه في كل مكان، وتسهيلات كبيره جدا للبعثتين وحفاوه فوق ما اي حد يتخيل، وده مش جديد على الامارات بشكل يعني من بدايه الاستضافه السوبر وفي كل الفعاليات اللي بيكون فيها اي احداث مصريه اماراتيه. ما حضرتش تدريبات للاهلي؟ لا والله، انا موجود في ابو ظبي طبعا، وان شاء الله نكون موجودين بكره في العين، لكن متابعين بشكل كبير جدا لكل الاخبار اللي بتوصلنا من احنا كمان في الجريده بالنسبه لجريده الاتحاد، ومتابعين، ويمكن واضح جدا جدا وبطمن الجمهور الاهلي من خلالكم، واضح جدا على وجوه اللعيبه وعلى نظراتهم وعلى تصرفاتهم التركيز الكبير والجديه الواضحه جدا وتقدير المسؤوليه، ان جمهور لعيبه الاهلي عارفين ومقدرين قد ايه جمهور الاهلي مش متعود منهم ان هم يكونوا بعيد عن منصات التتويج، وده بشوف في عيون كل لعيبه الاهلي، بشوف من خلال اللقطات اللي بتيجي من التدريبات حتى لو صور فوتوغرافيه مش فيديو، واضح جدا. ويمكن موقف بسيط حصل بالامس، كان موقف يعني كان لعيبه العين خارجين من التدريبات على ملعب استاد خليفه في نادي العين، وكان يتزامن مع وصول بعثه الاهلي للدخول لبدء المران، وكان يعني ده بيوضح قد ايه التركيز وقد ايه الالتزام وقد ايه الانضباط بالتعليمات. كان حسين الشحات موجود بصفته كان لاعب سابق في نادي العين، موجود مع مجموعه من لاعبي العين اصدقائه وزملائه بيحتفلوا بيه او بيرحبوا بيه، وكاميرا ابو ظبي الرياضيه شافت الموقف راحت على التجمع اللي موجود، حسين الشحات تراجع اربع خمس خطوات للخلف وخرج بره الكادر تماما، لان تعليمات، ما فيش تصريحات، ما فيش تفاعل مع الاعلام، ما فيش كلام عن المباراه، رغم ان الكلام والحديث كان عن علاقته بلعيبه نادي العين وعن الحديث عن نادي العين وعن ذكرياته في الامارات، الا انه رفض التدخل تماما التزاما بالتعليمات والتزاما بالضوابط اللي موجوده في البعثه واللي احنا شايفينها من اول وصول للبعثه في مطار ابو ظبي، وحتى التدريب الاخير، نهايه التدريب الاخير النهارده قبل المباراه ب 24 ساعه، في جديه واضحه، في التزام واضح، في انضباط، في تركيز، في على وجوه اللعيبه في علامات من الاصرار بتؤكد ان شاء الله رب العالمين ان يكون الفرحه اهلاويه بكره باذن الله. خالد الاتربي عايز يتواصل معاك في حاجه. لا، ده انا بقول له طبعا لازم حضراتكم بتقدموا، بتقول لي ناخد الاستاذ صبري، وتقول لازم اسكت الاستاذ صبري علي استاذي طبعا، علمنا يعني حبيبي واحد من اساتذتنا في الشروق وعلمنا النقد الرياضي يعني، فبرحب بيه طبعا، برحب بيه. انا ما شفتوش من ايام كوماسي من 2008 صح؟ بلاش بلاش بعدين دي بقى ان شاء الله بلاش. كمان من خلال استاذ ابراهيم ومتابع وكلام الاستاذ الكبير حامد عز الدين، كان المداخله بتاعته كلام عن قناه ابو ظبي الرياضيه، انا كنت بالامس موجود في ضيف استوديو ابو ظبي الرياضيه، كنت حريص جدا ان انا انقل لهم مشاعر
الشارع المصري والاعلام المصري، واشكرهم على الهواء باسم كل الصحافه المصريه والاعلام المصري على الوجبه اللي بيقدموها في مباراه السوبر، والدرس اللي بيعطوه في المهنيه. يمكن الاستاذ محمد القوص اتكلم، ويمكن الاستاذ خالد اتكلم على المعايير والمهنيه اللي بتحتقدها في بعض الاوقات وفي بعض القنوات وفي بعض البرامج بشكل كبير جدا وبشكل محزن احيانا. احنا بنكون موجودين حتى يعني اللي بره الصوره بعيد، مثلا حد زي بره الصوره وبعيد بيشوفها بشكل مختلف تماما، بشوفها بتسيء لينا كاحنا رواد في كل المجالات، بشوفها بتسيء لينا موجودين فعلا. البحث عن الترند والبحث عن جمله تكون بس مجرد تعمل اثاره وفوق تتاخد وتعمل منها فيلم وتعمل منها حواديت وقصص بغض النظر عن مصداقيتها، بغض النظر عن حقيقتها على ارض الواقع، حاجات خطابات تتسرب وناس تجري وراها وتعملها ترند وتكتب عليها ومش عارف ايه بيحصل، وخبر مسبرك يطلع من فين، وحاجه اعتراض على مش عارف لون ايه وانه ما كانش في حاجه حصلت. السكه دي للاسف احنا يعني انجرفنا فيها بشكل كبير جدا كاعلام مصري وكصحافه مصريه، وللاسف كل يوم بيزداد سوءا عن اللي قبله، ومش عارفين ايه اللي ممكن يكون حد فاصل او نقطه فاصله ونبدا من خلالها نبص لنفسنا ثاني ونستعيد شكلنا المعروف، شكلنا الطبيعي وريادتنا والوضع اللي جالته اسم مصر والصحافه المصريه والاعلام المصري. والله يا صبر ده كلام مهم جدا، خاصه ان انت موجود في قلب المشهد المختلف دلوقتي. وانا عايز اقول لك انه النهارده في الفعاليه بتاعت الاحتفال بخمسين سنه الناس كلها وهي بتتكلم عن تاريخ العلاقات بتذكر بالخير دور الصحفيين المصريين الكبار في تاسيس الصحف الاماراتيه كلها، اذا كانت الاتحاد او البيان او الخليج، وايضا حتى دور الاعلاميين المصريين في تاسيس الاذاعه الاماراتيه والتلفزيون الامارات تقريبا في 69. فيعني لما يكون مصر كان ليها هذا الدور الرائد مع الاشقاء، والايه تنعكس حاليا ونشوف حجم التطور وصل لفين واحنا بنتراجع قوي لورا، انت موجود في قلب المشهد المختلف دلوقتي. والله يا استاذ ابراهيم احنا بيعز علينا ان احنا نقول الكلام ده، لكن احنا بنقوله حبا في مصر طبعا وحبا في الاعلام المصري والصحافه المصريه احنا بننتمي ليها، لكن للاسف فعلا بشوف ان احنا يعني الناس بتتقدم خطوات يعني كبيره جدا للامام واحنا بنتراجع خطوات كبيره جدا للخلف. يمكن زي ما قال الاستاذ محمد وما قال الاستاذ خالد ان احنا يعني بنعطي الموضوع الاهل عدم اختصاص او الناس اللي مش مختصه او الناس اللي هي بعيدا عن المجال بالظبط، حد ممكن بيدخل بطرق ملتويه بطرق مختلفه. يعني بتشوف للاسف حاجات يعني فعلا بتثير غضبنا وبتثير زعلنا وحزننا على الاعلام المصري زي ما انت حضرتك قلت اعلام رائد. انا في جريده الاتحاد بفخر لما بيتقال ان مصطفى شيردي اللي انا برضه بنتمي لجريده الوفد. انت ابن الوفد كمان صحيح؟ نعم. وهو يعني هنا وهنا واسم كبير واسماء كبيره جدا جدا على مسيره الاعلام الاماراتي والصحافه الاماراتيه بشكل خاص، الاسماء المصريه كلها مشاركه بشكل كبير. وحضرتك لو شفت حتى برنامج يعقوب السعدي او ما يقدم على قناه ابو ظبي الرياضيه بشكل عام هتلاقي كوادر مصريه كبيره جدا. صحيح، هم اللي ورا الكاميرات كلهم مصريين الحقيقه. العمل بيقوم على 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 اكتاف شخصيات مصريه بشكل كبير جدا، بس اسماء مهنيه الناس بتعرف حدود المهنه فين، بتعرف التزام فين، بيعرف امتى يتكلم عن ايه وامتى فين المصداقيه. لكن احنا للاسف فقدنا جزء كبير جدا من المصداقيه بحثا عن الشو بحثا عن الترند اللي هو للاسف مضيع حاجه يعني مضيع هيبه الاعلام المصري للاسف في الوقت الحالي. صبر احنا سهرناك تقريبا الساعه 2 عندك دلوقتي، الحق نام عشان تصحى للماتش بكره ان شاء الله. ولا يهمك استاذ ابراهيم، مستمتعين بيكم ومكملين معاكم ان شاء الله لحد ما نخلص طريقكم، وان شاء الله بالتوفيق لكل الزملاء. شكرا جزيلا للناقد الرياضي المتميز الاستاذ صبري علي، صحفي بجريده الاتحاد الاماراتيه، واحد من الشباب والنجوم الاعلام المصري الحقيقه ليهم دور كبير في اسراء الحركه الصحفيه والاعلاميه في ابو ظبي.